حركة الهيئة العربية للاستثمار المالي الزراعي في هذا المعرض تأتي انطلاقا من أولا أهمية هذا المعرض في تعزيز وترويج لدور الهيئة، ترويج لشركات الهيئة، تعريف بالهيئة وأنشطتها وسعيها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وهو تعزيز الأمن الغذائي والتقليل من الاستيراد وتضييق الفجوة، لما هو طبعا في صالح الدول العربية والشعوب العربية. هذا واحد. اثنين، الدور المطلوب من الهيئة أن تلعبه وأن تقوم فيه في إنشاء أو ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي، سواء بشقيل النباتي والحيواني، سعيا للوصول إلى الأهداف المطلوبة وتحقيق الأمن الغذائي العربي إن شاء الله. عندنا حاليا ثلاث مشاريع، ولكن قاعدين نبحث إن شاء الله عدد من المشاريع، تقريبا أربع مشاريع أخرى. اليوم طبعا وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة تبوك لإنشاء ثلاث مشاريع حقيقة في مجال الإنتاج السمكي والداجني والخضر والفواكه. طبعا الهيئة تملك أو تساهم في 44 مشروع متوزع على الوطن العربي، أقدر أقول بتقريبا مشروعين بكل دولة عربية، طبعا كمعدل وليس شرط. في بعض الدول ما نملك فيها مشاريع، ولكن ساعين إن شاء الله لإقامة مشاريع زراعية فيها.